يخرب بيتك وبيت قرفك. اتفضل طيب. الحمام فاضي حاضر. خلصنا الميه طيب. يلا بسرعه طيب. في ديلك هتلاقيه في ديلك. طيب يا اخو الصبح كده ما تستعجل مراتك يا جمال يا ابني. لا سيبك من مراتي دلوقتي يا بابا، انت عارف حامل يعني وكده وتعبانه وبطنها كبيره، بعد ما وضبت البيت تعبت نامت. طب معلش خليها براحتها. هات لهم يا جماعه. ايه ده العيش بقت ليه كده؟ ده الفول ده حش ماشي جبنه مربى يعني نخلص على طول. ما تقعد تاكل زي بني ادمين يا اخي. يا بابا عادي ما في بني ادمين بيفطروا هما واقفين عادي. يا سلام وانت عندك رد على كل كلام. تسيبك منه بابا ده بني ادم مقرف. ما جيمي ايه نسيت ولا ايه؟ سيبه براحته يا بابا. كلها كده الحمد لله. ما تقفل باب زي البني ادمين يعني انت. ما في بني ادمين بيرزعوا اللبان عادي يا بابا. الله طب ما فيش مقلي بقى. امشي امشي. مش عارف اعمل ايه مع الواد ده، انا غلبت معاه. طلقني لو مش عاجبك طلقني. ايه ده يو يا سارة عليكي ايه يا بنتي؟ تي 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 نازلالك بقالك ساعه عماله تقولي ثانيه واحده. هو خبط عربيتك ده هيجي على دماغي؟ نهار اسود السجاير. نزل من بدر. انت لسه ما لبستش؟ روح البس يلا بسرعه تقتلنا. مش عايزه اروح تدرب السباحه ده. دي بقى اسطوانه كل يوم. طب انا بقى هتصل ببابا وهو منك ليه هو يتصرف معاك. يلا يلا امشي كلميه. ايه بقى يا عمر، احنا مش كنا خلصنا من الموضوع ده ولا ايه؟ ما تزعلنيش منك. مفيش يا بابي يا بابي. اندهني شرير. هاي شيرين ايه اخبارك؟ ايه ما استلمتيش العربيه بتاعتك من التوكيل؟ مش مهم انا هفوت عليكم كده ولا كده بعد الشغل ونروح نتغدى في النادي. باي. مالك يا خير بيه؟ عمر مغلبني وشيرين تصرفاتها طايشه. اتصور انها خبطت العربيه بتاعتها مره ثانيه. طب ما اجيب لها سواق واخلص. سواق ايه وبتاع ايه؟ دي كانت طفشته من اول مشوار. طبعا عندنا سواق، عملنا بيه ايه؟ ولا سيكا حبيب قلبي. انت فين؟ انت كمان انا ما عدتش عليا الصبح ليه وانت جاي؟ انا كنت هنا. ها ايه الاخبار؟ تمام. استاذ نادر قال عليك الدنيا. لا يا راجل. طب وانت قلت له ايه؟ ايه؟ طب كويس انك قلت له كده. يلا طب خش. استنى لما هيجهز الاوردر. استنى منك لو ايه؟ فاكر نفسك بتشتغل في تكيه؟ ايه اللي جابك متاخر؟ انا ده سيد اللي جاي متاخر. انا هنا من الصبح بدري. طب انجار شوف شغلك. حاضر. تعال هنا تعتبره ده اخر انذار ليك. فاهم؟ فاهم فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى اروح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك خد سي دبليو سي ثانيه بس واجيلك. اوكي يا حبيبي. فحشيني. عيب لما نتجوز الاول. شفت في اخلاقك. شفت. لو سمحت كوبايه ميه. ايوه كوبايه ميه. ايه ده سميره؟ سميره بهيم. زكي عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه يا سمس؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك انت؟ اخبارك ايه؟ الحلاوه دي لفيتي واتدورتي وبقيتي قمر. ايه ده اتخطبتي؟ ليه يا شيخ؟ والله فاكر الواد شكري زميلنا في الكليه. شكري؟ شكري السيد؟ ايوه. لا لا بتهزري. الواد شكري ابو ست حروف طايرين. اعمل ايه ما لقيتش غيره. لا اخشى عليكي اخشى عليكي. بصي اتعديت منه كنت هقول اخشى عليكي. معقوله كده؟ يا حبيبي فاكره يا بنت فاكره لما كنت بتهربي من المحاضرات وتيجي تقابليني في حمام الرجاله الحريمي؟ فاكره يا شكري؟ ايوه عارفه فاكره. انت كل شويه هتفكريني بيه. فاكره لهتم ده ولا فاكره لما سوسته الجيبه بتاعتك اتقطعت وفضلت مداري القطع بايديا لغايه ما روحت البيت؟ شكري.
ايوه فاكره، شكري فاكره. ولا فاكره فاكره فاكر انت بعد ما كان بيطب فجاه علينا؟ يا لهوي دي كانت ايام، بس ده كان في سنه ثالثه بس. انا بتهيألي شكري انت كنت عايزه ميه. ها اجيبها لك بالثلج ولا من غير؟ اي حاجه. طيب ثواني. شكري. ايوه شكري يا سيدي. ازيك يا شكري؟ ده احنا لسه كنا في سيرتك حالا دلوقتي. ازيك يا شكري عامل ايه؟ اهلا. الله، طب ما هو زي ما هو ما اتغيرش، بيجي فجاه برضه. اه ازيك يا شكري؟ اهلا يا سيدي. فاكر فاكر يا شكري ايام الجامعه لما كنا بنتلم كلنا في المكتبه بنقعد نقرا؟ بس انا عايز اقول لك حاجه، انت يا زين ما اخترت، يا زين ما اخترت سميره بهيج. ذكريات ذكريات زباله يا زباله، بذكرياتك الزباله دي يا تافل، طول عمرك تافل، طول عمرك تافل. لا لا لا، انت فهمت ايه؟ انت فهمت غلط. فهمت غلط. اه دي كانت عايزه ميه. هي المشكله في الميه؟ صدقني ثلاث سنين يا دتمه، يا دتمه مفيش بوسه وانا خضك بوسه. كتير يا شكري، ثلاث سنين على سميره كتير، ده انت متاخر يجي سنتين وست شهور يا راجل. شفت المصيبه؟ معلش معلش، مفيش مسؤول هنا يا جماعه، مفيش مسؤول. ليه ليه ليه؟ مسؤول؟ ايه اللي بيحصل؟ سعادتك المسؤول؟ في ايه؟ سعادتك انا رحت ال دبليو سي ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما اتاخرتش. ثلاث ثواني لقيته قاعد بيقول لها سوست، ولما كنت ماسك لك السوسته وزمن السوست فات. حصلت؟ هفهم سيادتك، هفهم سيادتك. هو مش عايز افهم حاجه. هو 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 خاطب واحده اصلا زباله سوسته، اعملها ايه؟ جيب لي حقي يا باشا، جيب لي حقي. حصلت؟ بره بره، مش عايز اشوف خلقتك تاني هنا خالص. ده انت في باله وهي اثبت منك. بره، وانت فوتك وقع الدهان من على الحيطان. بره. ايه يا حازم؟ انت هتقعد تقطع في الورد؟ حرام عليك، ما تسيبه في حاله. الله، ام الورد اتعمل ليه؟ مش عشان يتقطف؟ احلى ورده لاجمل بنت في الدنيا. اه ميرسي قوي. دي سارة، يلا بينا نمشي بقى لحسن تزعل. يلا بينا. مساء الخير. ازيك يا بابي؟ طب مال عمر راح فين؟ بابي. اهلا يا عمر، ازيك؟ ازاي التمرين يا حبيبي؟ كويس، بس البسين برده قوي، انا جعان. طب يلا ناكل. بابي قولي لسارة كل سنة وهي طيبة عشان عيد ميلادها النهاردة. والله كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيب يا انكل. انا همشي بقى عشان الحق اجهز نفسي، هستناكي النهارده. اوكي. وانت اوعى تتاخر لي، اوعى تيجي بعد ما عيد الميلاد يخلص. ها يلا، باي باي. باي باي. انزل. لا قوم سيادتك، من فضلك هتلاقي الغدا بسرعه، انا مستعجل. طب همشي انا بقى. اوكي يا حازم، اشوفك في العيد ميلاد. باي باي. ايه ده يا عمر؟ انت لسه بتلعب بالبتاع دوت من صباحيه ربنا لغايه دلوقتي؟ اتفضل اطفي الزفت ده وتخش انام على طول. خمس دقايق ونص دقايق. ولا دقيقه واحده، كلمه ورد قطار، تخش تنام دلوقتي اهو، اتفضل. انا حاليا منين ولا منين؟ تصبح على خير. حازم انا ما بحبش الطريقه دي، وبعدين انت وعدتني 100 مره ان انت هتبطل شرب وبرضه بتشرب. جري يا شيرين، ما تفكيها بقى، بعدين ده عيد ميلاد وكل سنه وانت طيبه يعني. باي باي. حلو قوي اللي بيحصل ده. عندك فكره ساعه بقت كام؟ سوري يا بابي، اصل كلهم كانوا سهرانين وبعدين. انا ماليش دعوه بالكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده، المفروض كنت تقعدي نص ساعه وترجعي على طول. ما انا كان هيبقى شكلي وحش لو كنت رحت ومشيت على طول. وما فكرتيش ان شكلك ممكن يبقى وحش لما تخلي واحد يوصلك في نص الليل؟ بابي ده حازم. بتاع اي حازم اللي يوصلك ده هو؟ طب قولي لي اتصرف اي تصرف، ابعت لك السواق. بابي انا ما بعملش اي حاجه غلط. واضح ان انا دلعتكم شويه زياده عن اللزوم. اتفضلي نامي، وبكره ليا تصرف تاني معاكي. وانت يا ابني مش ناوي تعمر في وظيفة ابدا، كل يوم تشحططني وانا بكلمك وانت باصص فين؟ انا بكلمك وبفهمك وبعقلك وانت باصص الناحية التانية. انا بحسب بطل يا اخي قلة ادب، بحسب حد بينادي.
مهم الراجل المدير ده طيب ولا مش طيب ولا حكايته ايه؟ ده طيب جدا يا بابا، طيب قوي قوي يعني. امال طردك ليه؟ عشان شرير ومفتري. ايوه هو طيب ولا شرير ومفتري؟ هو مخلط يا بابا، مخلط. اسمه ايه؟ اسمه نادر. نادر المخلط. تعال. زكي حكى لي عن سوء التفاهم اللي حصل بينكم. انا مسكته بهدلته طبعا، مرمطته وصممت يعتذر لك ويسوي الخلاف ده. خلاف ايه يا سيد؟ سالم الاسيوطي والد زكي سالم الاسيوطي. إيه؟ ما تقلقش اصله لسه ما فطرش. بعد اذنك يا نادر بيه، انا عايز اقول حاجه. حضرتك ظلمتني، وحياه بابا، وحياه بابا اللي عمري ما حلمت بيه كذب. انا ما عكستش حد. دي سميرة بهيج زميلتي في الكلية. ايه ده؟ هو بيتكلم عن سميرة زميلتك في الكلية؟ لا يا نادر بيه، لا 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 لا، دي سميرة، دي زي اخته. ايه؟ دول راضعين على بعض. ولما هم راضعين على بعض، الجدع اللي كان معاها اتخانق معاك ليه؟ جدع، اسألني يا بابا عن الجدع اللي معاها ده، قول لي مين؟ طبعا هقول لك مين ده. شكري السيد خطبها. هو الواد شكري السيد خطب؟ خطب شكري السيد. خطب من فترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده خطب يا بابا، ما ماتش. أيوة، ما هو كده داخل على أول الطريق. شكري السيد وسميرة، أنا لو أعرف إن الموضوع يخص سميرة وشكري والله ما كنت جيت يا نادر بيه ولا تعبت نفسي. دول إخواته. يلا يلا يلا، بوز دماغ أنكر نادر. يلا يلا بقى عشان خاطر بابا. يلا يلا أنكر نادر. طيب امشي، يلا امشي امشي، بلا لعب عيال. كلام فارغ، وخد أبوك في بطنك وتفضل واطلع برا. امشي برا، امشي. ما تخافش من صوتك، ما تخافش من صوتك. يلا، مش أنكر نادر قال لك امشي؟ امشي يا ولد، روح شوف شغلك. مش كده يا نادر؟ يلا من غير ما تبوسه، يلا شوف شغلك. امشي امشي يا زكي، امشي. وانا كمان يا نادر. يلا بقى، سلام عليكم. هلا، ايه ده؟ ايه ده؟ ديش الناس دي جسال. صباح الخير. صباح الخير. تأمروا بايه يا فندم؟ عندك ايه تشرب؟ في مانجا ساقعه. لا، في حاجه سخنه؟ في مانجا سخنه. لا، ده في قله ادب وسفاله. يا نادر، واضح ان في نداله وقله اصل. ليه نادر بقى دلوقتي؟ ليه كده حضرتك؟ انا ايوه حبيبتي، في ايه اللي انت جاي وشغال عندك ده؟ انت تاني عمد ايه؟ بيعكسني انا وهبه، والمصحف معكسني هبه. بتعكس غدا هانم يا بقى. وغدا هانم يا بقى، فدي تطلع مين؟ دي تطلع مراتي يا حيوان. يا نهار اسود منيل. طب بالنسبه لهبه ظروفها ايه؟ اطلع بره. ماشي ماشي اطلع بره. الله الله، شكل سعادتك مجهد قوي النهارده يا خير بيه. الان على شيرين وتصرفاتها. انت عارف شيرين عايز حد عينه عليها ليل ونهار، وانت عارف ان انا ما عنديش وقت. هي مش من ده قاعده معاهم؟ انا عايز حد يبقى معاهم في البيت وبره البيت، حد لازق لهم، بودي جارد. عايز بودي جارد يا سالم. بودي جارد؟ ايوه عارفهم. مش تقصد العيال زرع بدري بدري دول المفتونين العضلات اللي تصب عليه يروح مديك بالبنيه في عينك على طول؟ هم دولة البودي جارد. لا، طب وانت عاوز دول ليه يا خيرت بيه؟ تناوي تدخل الحرب؟ ولا تكونش شيرين بنت حضرتك ماشيه تلطش بخلق الله في الشارع؟ الموضوع مش كده يا عم سالم. انا مش عايز حد يضرب ولا يهش ولا ينش، انا عايز واحد لازق لهم زي خيال المقات. شوف لي الموضوع ده انت بقى يا سالم. اقعد يا جمال يا ابني، اقعد. انا عاوزك في موضوع مهم يا جمال. صح لي كده. ها، تحت امرك يا بابا. انا عاوزك تشوف لي بودي جارد. بودي ايه؟ بودي جارد. بودي جارد؟ ايوه بودي جارد يا بابا. ايوه. ليه يا بابا؟ الله، حد اتعرض لك؟ لا، حد مد ايده عليك؟ ما لا، مش حد داس لك على طرف يا بابا؟ لا انا هفهم. طب ليه طالب بودي جارد يا ابني؟ اديني فرصه اتكلم معاك بره يا ليه طالب بودي جارد يا بابا؟ اديني فرصه افهم. مع حواليك بودي جارد؟ انا ما بقولش حاجه. الله، انا عارف ان انت حواليا. ده انت غريب يا جمال يا ابني. طب عاوزه ليه؟ مش انا اللي عايزه، خيرك بيه هو اللي عايزه في شغل. خلاص. هديت، اتفضل اكتب بقى المواصفات الواجب توافرها في هذا البودي جارد. واحد، قوي البنيه، مفتون العضلات. دي احسن حاجه فيا. شرس، عادي، قلبه ميت من زمان، قوي الشكيمه، ذو بأس، حاد النظر طبعا، لا يقل طوله عن 190 سنتي ولا يقل وزنه
عن 210 رطل. ما ينفعش 205. وفوق ده كله لازم يكون ابن ناس. هي دي مشكلة. أنا عاوز البودي جارد ده يكون جاهز عندي في ظرف يومين بالكتير. بودي جارد يا دوب ألحق أجهز نفسي. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميله يا فندم. فنون جميله؟ انت اكيد فنون قتاليه، فنون متوحشه. جميله. وسعادتك كليه الطب؟ قسم تشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجي لكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كان على الله. اسم الكريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق. ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها؟ خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام. الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه ايه الدوت؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي. ما قلت لك يا ناهض هيضربوك. ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. هم متاخروا كده ليه؟ يلا بقى. هم جايين. ايه اللي بهدل المكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني. قمت موريهم الرجوله ازاي. انا يا باشا انفع للشغلانه دي 100 100 كده. شغلانه؟ قول. مش معقول. ايه؟ امشي انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه. عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعال تعال معايا. هو عادي يتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، ده عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه
الواد ده يبقى حاصل على الميدالية الذهبية في الأولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. أولمبيكيات؟ أيوة. لا ده انت قليل الأدب وابن ابن إيه؟ إلا الأب. يا سلم الطريقة بتاعتك دي. معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقة دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكرة. وبعدين أنا عايز أقول لسيادتك إن أنا كنت الحارس الخاص لأمين جامعة الدول العربية والبطل أحمد عبد العزيز. وما طلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقة أنا قلت أجي هنا أقرب. ما تقعد يا أخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ أنت اللي تقوم تقف وأنت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجة، أنا مجهز لحضرتك كل الأوراق الخاصة تقدر تطلع عليها بنفسك. إيه الصور دي كلها؟ أول صورة دي وأنا ببدلة الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام إيه؟ لا أنا معايا حمالات. إيه؟ معايا حزام أسود غامق، أصل أنا بحب الغوامق قوي. وزي ما أنت شايف هنا سيادتك، أيوه لا دي الصورة في هنا عليك، دي الصورة لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الأخ سالم، ودي حضرتك هنا بص الصورة دي لما كان معانا الكاسة أو الكاسة. مين ده؟ أنا. أنت؟ في الأوضة عندي، في الأولمبيكيات، في كل ده في الأولمبيكيات. وإيه الصورة دي؟ وإيه كفن؟ لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجة دي. ايه رأيك يا سالم؟ أنا شايف إنه كويس وابن ناس. أنا شايف إنه صايع وابن صايع. تاني يا أخ سالم، تاني بتشتم أبويا؟ أنا أبويا راجل محترم، أنت تعرفه؟ أبويا راجل محترم جدا يا خرب بيه، وبيشتغل شغلانة محترمة جدا. بس واضح كده إنه هيترفض منها النهاردة بقى. أنت اسمك إيه؟ زكي يا فندم. زكي إيه؟ أيوه. قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيلة على طول. ابوك اسمه لا لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل، ادي العنوان دوت تكون عندي بكره الصبح. يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا سامي سالم. اقعد على الكرسي ده، انا مدفيه كويس قوي. نهار اسود. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس، هو مناسب يعني. بس يا خير بيه، انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب، وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده، كنت فاكر انك انت هترشحه لي في المقام الاول كده. بس انا بقى خير بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود، انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي. بالعمايلك فيا بس يا واحده شويه، مش عارف عصبي ده شويه. يا تعبتني بس. ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. بعمرت ايه يا هان؟ ده جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه. قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه يا اخويا؟ بأمرت العقول اللي بتاكلها كل ليلة ياض؟ اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه؟ انت بتعايرني، دي كانت ملفات قديمة واتحرقت خلاص، انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب. يا بابا يا بابا يا بابا، انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا ايه مش هسيبك يعني، مش هسيبك. ايه يا زكي؟ تعال هنا. ايه يا زكي، انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ تمام حلو يا اخي، اعمل معروف يا ابني، انا مش ناقصك. ركز زكي وراك، انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا ايه؟ ويترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي، انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله، يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد. وانا هسيبك. يا بابا ده انا. ما انت قعدت تقول لي اوعى تمشي. يا بابا الله، انا مش فاهم انت ليه باصص لي في لقمه عيش. والله ما حد هيقطع عيش الا انت. اطلع يالا. اطلع. مش طالع يا ربي، بخلي فار. اطلع يالا احسن لك. مش هطلع. خلاص خليك يا اخوي. حتى انت على السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره؟ وعايز لك وريني هتقعد قد ايه انت على السرير. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. أنا قررت بسبب مشغولياتي الكتيرة إني أجيب لكم